ينتمي التين للفصيلة التوتية، ينمو في فصل الصيف الحار لكن يمكن الحصول عليه مجففا في بقية فصول السنة. للتين رائحة طيبة وطعم حلو غني بالكثير من العناصر والفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية. للتين مجفف فوائد عدة مشتركة بينه وبين التين الطازج، فهو يخفض نسبة الكوليسترول في الدم بسبب احتوائه على نسبة جيدة من الألياف ومن ضمنها البكتين. يقي التين من ارتفاع ضغط الدم بسبب احتوائه على نسبة عالية من عنصر البوتاسيوم، ويدخل التين المجفف في علاج داء السكري بسبب غناه بعنصر البوتاسيوم. التين المجفف يحافظ على صحة العظام والأسنان، يقي من تشكل ضمور البقعي في شبكية العين الذي يصيب كبار السن ويفقدهم القدرة على الرؤية. كما ينصح بتناول التين للأشخاص الذين يعانون من الزكام للشفاء منه وتخفيف آلامه بسبب محتواه من المواد الطبيعية النباتية التي تعمل على تخفيف التهاب الحلق وتوسع القصبات الهوائية التي تعد من المشاكل التنفسية التي يواجهها الأشخاص. يعد التين درعاً واقياً من تشكل السرطانات وخاصة سرطان الثدي، إلى أن تناول التين المجفف بكميات غير محدودة يزيد الوزن، لذا ينصح بعدم استهلاك كميات عالية لأنه يعود بالضرر على الجسم.